السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكنتمنى ألقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وتكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نقدم معكم واحد الحليوة ديال البرتقال اللي كتجي على شكل غريبة لذيذة، كنتمنى أنكم تجربوها إن شاء الله وتنال الإعجاب ديالكم. تابعوا معايا الفيديو. كناخد هنايا جوج كيسان ديال الكوك. قبل ما كناخدو الا بغيت نعرفوه مزيان كنحكو بين يديه، حتى الا طلق لي دم وريحته مجهده راه مزيان، هذاك هو ديال الحلوه. اما الاخر اللي ناشف فهو ديال غير تزيين. عندنا هنا جوج كيسان كما قلت، كاس عابر وكاس ما عمرش، وعندنا كيس ديال الفانيلا، وعندنا قشور ديال برتقاله كامله كنخلطوهم، وعندنا نصف كاس ديال زيت نباتيه نخلطهم مزيان. ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الحلوة كنخليهم على جنب. كندوز كان عندي ثلاثة ديال البيضات مع كيس ديال مع عفوا كأس ديال سكر ثقيل اي سكر كلاصي. ممكن تضيفوا كأس وشوية او تقللوا الكميه على حسب الذوق ديال الحلاوه. كنخدموه مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو كيولي بيض هكا كما كتشوفوا، وكنضيفوا على الخليط الاخر وكنخلطوا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. ومن بعد كنحتاج جوج كيسان ديال المايزينا ونص. بالنسبه لي ما متوفرش عنده النشا المايزينا وعنده حتى الكريم باتيسير، ممكن يضيف كاس ونص ديال النشا وكاس ديال الكريم باتيسير. ممكن نغربلوهم دوك جوج كيسان ونص اللي عندنا ديال النشا كنغربلوهم وكنخلطو بهذه الطريقه الدائريه. عندنا النشا هو اللي غنجمعوا به هذا العجين. المهم العجين ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف، انتما غتشوفوا هذا على القوام ديالها اللي كتكون عليه. صافي هكا راه وجدات عندي. كناخذ طبيصيل ولا هذا فيه زيت باش كنبقى ندهن يدي، وكناخذ سكر كلاصي. بالنسبه هنا للطريقه ديال السكر كلاصي، ممكن انكم تكوروها وتفندوها في سكر كلاصي وتحطوها في اللطا، او ممكن تكورهم كاملين وتحطوهم في اللطا وتاخذوا صفاي وتبقاو ديروا فيه سكر كلاصي، دوزوا عليهم كاملين من الفوق، يعني تغربلوه عليه كامل من الفوق. بالنسبه هنا للفران، الفران راه انايا سخنته قبل ما نبدا على قبل باش يسخن مزيان، باش ملي كنوضعها لتحت كي ملي كنوضع لتحت كما قلت كتشقق. كما قلت لكم فاش كندخلها الفران لتحت كتشقق لينا دغيا، ومن بعد كنطلعها الفوق كنقصو عليها وكنخليوها طيب على خاطرها كما شفتو. وها هي وجدت لينا الحلوه ديال البرتقال الشبيهه ديال الغريبه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم للفيديو. السلام عليكم الى فيديو اخر جديد.